بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. تحياتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة هذه المرة ستخصصان لموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الحيوية بالنسبة للمشروع وبالنسبة للحياة عموما، بالنسبة للحياة عموما. الآن لو تخيلنا أننا بصدد النظر إلى الجسم البشري، إلى جسم الإنسان، فسيكون تركيزنا الآن على مضخة سائل الحياة لجسم الإنسان، سائل الحياة بالنسبة للجسم هو الدم، ومضخة الدم بالنسبة لجسم الإنسان هو القلب. هذا التشبيه حين نطلقه إلى مشروعنا وإلى المشروعات الصغيرة أو المشروعات عموما، عشان كده أنا بقول ده موضوع هو موضوع هام للحياة. أنا أتحدث الآن عن لغة الحياة، أتحدث الآن عن قضية تشغلنا جميعا، قضية تهمنا جميعا، قضية نعيشها جميعا، نمارسها جميعا في كل لحظة من لحظات حياتنا، وهي قضية التسويق. قضية التسويق الآن بعد كل هذه الجهود التي تحدثنا عنها، بعد حصر الموارد، بعد تحديد المصادر المختلفة للموارد المالية وحرصنا على توجيهها الوجهة السليمة، حدثنا الآن على أخطر القضايا التي تهمنا، وهي قضية التسويق. قضية التسويق، التسويق كأننا نتحدث عن مبرر وجود المشروع، عن المضخة التي تضخ المال إلى المشروع، وبالتالي أشبه المال أنا بشبهه ب سائل الحياة، وأشبه التسويق وعمليات التسويق ب المضخة التي تضخ المال إلى داخل المنظمة. تذكروا أبنائي وبناتي حين كنت أحدثكم عن قضية التمويل بالنسبة للمشروع الصغير، أشرت إلى معادلة نحرص عليها جميعا، وهي تشير إلى ضرورة التساوي بين المصادر المالية المختلفة وبين الاستخدامات الخاصة بهذه المصادر المالية، أموال بتضخ إلى المنظمة وأموال يتم استخدامها في توفير احتياجات المشروع، ولا بد من التساوي بحيث إن المصادر إذا زادت عن الاستخدامات فهنا بنخشى من وجود فائض مالي غير مستثمر، يعني معطل، يعني راكد، يعني بيأثر بالسالب على العائد الاستثماري بالنسبة للمشروع. أيضا نحذر من أنه تكون الاستخدامات الأموال، العناصر التي سنضخ إليها الأموال لتوفير احتياجات المشروع إذا زادت عن المصادر المتاحة لدينا، هذه أيضا تنذر بكارثة. مطلوب مننا التزامات والموارد المتاحة لدينا محدودة، إذن سنعجز عن السداد، وبالتالي يمكن جدا أن احنا نواجه خطر الإفلاس، يعني الحكم بالموت على المشروع. وإحنا بنتكلم على، كنت بكلمكم في التمويل، فكنا محتاجين مصادر مالية، لسه لم نبدأ عملنا، لسه لم ندخل في مرحلة التشغيل والإنتاج، فبنحتاج إلى عناصر مالية، والعناصر المالية بتأتي من مصادر مختلفة، سواء كان من خلال
التمويل الذاتي أو من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل، على أننا الآن بعد ما بدأنا نتحرك بتأتي بقى المضخة الرئيسية، بتأتي العملية الأساسية التي نعول عليها ونعتمد عليها في توفير الأموال والتدفقات المالية إلى داخل المنظمة، والتي يجب أن تضمن لنا. تضمن لنا إيه؟ تضمن لنا إنه التدفقات المالية الداخلة إلى المنظمة، الإيرادات تزيد، يجب أن تزيد عن التدفقات المالية الخارجة من المنظمة اللي هي المدفوعات، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق فائض، يعني إيرادات أعلى من التكاليف، يبقى في فائض عندي بسميه الأرباح، بسميها الأرباح. هذه الأرباح دي بقى اللي من خلالها هننمو، ومن خلالها نبحث ونطور، ومن خلالها نحسن مستوى معيشة العاملين معنا داخل المشروع. لعل حضراتكم الآن تشوقتوا إلى أن احنا نسترجع معا. أنا أعلم أنكم قد درستم لفصل كامل مقرر رئيس، اللي هو مقرر التسويق، مبادئ التسويق. أعود فأنتذكر معا، لأنه لا يمكن أن نتخيل، يعني لا يمكن أن نتخيل أننا نتحدث عن مشروع وعن عملية استثمار وعن ريادة أعمال دون أن يكون جزء من حديثنا عن التسويق. والتسويق بالنسبة للمشروعات الصغيرة بالذات بيحتاج يعني معالجة خاصة، وبيحتاج نظرة خاصة إلى هذا الموضوع. على هذا الأساس لابد أن احنا مع بعض نتعرف على، نتذكر معا ما هو التسويق، نتذكر معا عناصر المزيد التسويقي، نتذكر معا السوق، ما معنى السوق، ونعرج على سلوك المستهلك، ونتناول تحديدنا للبيئة التسويقية ومكونات النظام التسويقي، ثم نتعرف على مقومات البيع الشخصي، وأيضا نشير إلى أنواع العملاء الذين نتعامل معهم. هذا هو مضمون محاضرتين المخصصتين لعملية التسويق. وأقول لحضراتكم أن التسويق هو لغة الحياة، ولغة الحياة المعاصرة، وليس لغة المشروع فقط، ولكنه لغة الحياة. ويستحيل على الأقل في حدود علمي أن نجد مشروعا أو نجد نشاطا لا يتطرق إليه التسويق في كل المجالات، في الفكرة، في الشخص، في المنتج، في الخدمة، في الزمان، في المكان، في كل شيء لابد من وجود التسويق داخليا وخارجيا، في المنظمات الهادفة للربح والمنظمات غير الهادفة للربح، الجمعيات الخيرية وغيرها، لابد من وجود التسويق، المنظمات الحكومية، في الجوازات، في وزارة التجارة، في وزارة الصناعة، في وزارة الخارجية، في وزارة الدفاع، في كله لابد من وجود أنشطة التسويق. من أجل ذلك، لأن احنا بنأكد على أهمية التسويق بالنسبة لنا، وبالتالي بنؤكد على أن التسويق هو لغة الحياة. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو التسويق من وجهة نظرك؟ افتكروا كده أبنائي وبناتي، كده استرجعوا مع بعض، ما هو التسويق من وجهة نظركم على ضوء ما درستموه؟ ايوه كلام جميل، ايوه استرجعوا كده، برافو عليكم. تذكروا أبنائي وبناتي ان احنا دايما ايه، كان عندنا طرفين متفاعلين، المنتج الذي يقوم، والمنتج هنا بينتج ايا ما كان، بينتج منفعه يحتاجها العميل لتحقيق اشباع حاجاته ورغباته وفق توقعات معينه. يبقى في هذه الحاله انا بقول ان المنتج، يعني المنتج هو الذي يوجد لنا المنتج اللي احنا هنستخدمه في اشباع الحاجات. وهنا عاوز ااكد على ما يلي، انا ما ببيعش منتج بخصائص مجرد مواصفات ماديه فقط، ببيع سياره بها الصاج والماكينه والكرسي او ببيع وجبه مكوناتها كذا او كذا او كذا، او ببيع بدله، او ببيع لبس، او ببيع ساعه، او ببيع كمبيوتر.
القصائص المادية ليست هي المجال بتاعنا، ولكن عملية الإشباع، المنفعة التي تتحقق ومن ثم عملية الإيه؟ الإشباع. طيب تعالوا بصوا بقى كده، أنا بقول عندي عنصرين أو عندي طرفين، عندي المنتج، وأنا قلت اللي هو يتولى عملية الإنتاج أيا كان بقى ما يقوم بإنتاجه، سواء كان هذا المنتج له خصائص مادية ملموسة تنجبه، يعني بيدرك له لون وله طعم وله ريحه، يعني يدرك بالحواس، او كان انتنجبل، يعني ليست له خصائص ماديه ملموسه زي المحاضره، زي الخدمه، خدمه الطبيب، خدمه المحامي، خدمه الحلاق، خدمه السياحه، خدمه السفر، كل هذه الخدمات ما لهاش طعم ولون وريحه، ما اقدرش اقول ان المحاضره دي لونها كذا او طعمها كذا او كذا. زائد الافكار، زائد الـ 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 التاريخ، لما بنيجي نسوق فترة الحج أو فترة العمرة، لما بنيجي نسوق نعمل تسويق للمكان، لما أجي أقول مثلا الوجهة البحرية في الخبر، أو أقول ساحل شاطئ العقير في الحسا، أو أقول يعني دبي، دي مكان، يبقى في المكان يسوق والزمان يسوق والأفكار تسوق والخدمات تسوق والسلع تسوق، اشكال متعدده. هنا ايه بقى يعني ايه تسوق؟ يعني هنا انتجت، وهنا من يحتاجها اللي هو عنصر المستهلك بقى، المستهلك يريد حتى يشبه حاجات ورغبات. عمليه الدفع، التدفق، يبقى في انشطه تساهم في تدفق هذا المنتج من حيث يتم انتاجه الى حيث يتم استهلاكه. عمليه التدفق دي اللي احنا بنسميها التسويق. اذا التسويق هو النشاط الذي يحكم أو الذي ينتج أو الذي يقود أو الذي يؤدي إلى التدفق الاقتصادي للسلع والخدمات اللي تصل من المنتج إلى المستهلك. وهنا أنا عاوز يعني السلع والخدمات كلمة محدودة، لكن أنا بقول للمنتج عموما. السلع طبعا أنتوا عارفين إنها منتجات لها خصائص مادية ملموسة، أما الخدمات فهي منتجات ليست لها خصائص مادية ملموسة، يعني لا تدرك بالحواس، تدرك بجودة مقدمة إلى غير ذلك. أنا مش عاوز يعني أدخل في التفاصيل، لكن على العموم كلمة المنتج زي ما قلت لكم كل شيء قابل للإنتاج، سلعة، خدمة، فكرة، شخص، زمان، مكان، كل ما يمكن أن يكون في الحياة بيخضع لعملية التبادل وبيخضع لعملية الإيه؟ لعملية التسويق. إذن التسويق هو إيه؟ وذلك النشاط الذي يؤدي إلى أو يحكم التدفق الاقتصادي للمنتجات لتتحرك من حيث تم إنتاجها إلى حيث يتم إيه؟ استهلاكها، تحقق المنفعة وتحقق إشباع لحاجات ورغبات وتوقعات العملاء. جوهر العملية التسويقية هي عملية التبادل، زي ما احنا شايفين كده، عملية التبادل، في عملية تبادل بتتحرك. أنا كمنتج أنقل المنفعة إلى العميل، ما هو المنتج بتاعي ده بيحقق منفعة، بيحقق، بيلبي حاجة، بيعمل عملية إشباع بالنسبة لي العميل. في المقابل أنا أحصل على القيمة، في المقابل أنا أحصل على القيمة اللي هي بتغطي التكلفة وتحقق لي الربح المعقول. يبقى كأنه عملية تبادلية لابد لها من وجود طرفين، والطرفين دول بيعملان في سوق للتبادل آليات سوقية معينة، وكل طرف من هذه الأطراف لديه شيء له قيمة. المنتج اللي بيقدمه المنتج يحقق منفعة العميل، العميل عنده القيمة المتمثلة في الجوانب المالية اللي بتفيض عن تكلفة المنتج وبتؤدي إلى تحقيق الأرباح، والطرفين بيتمتعان بحرية القبول أو الرفض. يبقى إذن هنا العملية التسويق جوهره هو عملية تبادل. وعملية تبادل ماذا تعني؟ بتعني أربع حاجات أبنائي وبناتي، تعني إن في طرفين، الطرفين دول كل منهم لديه شيء يحتاجه الطرف الآخر، والطرفين لهما حرية القبول أو الرفض لعملية التبادل في إطار آليات سوقية معينة، في إطار آليات السوق اللي موجود. يبقى إذن احنا في هذه الحالة بنقول والله لابد من وجود اطراف، والاطراف لها احتياجات ولا حرية قرار في اطار اليات سوقية معينة. اذا
المقصود بأنشطة التسويق هو ما يتعلق بتخطيط، بتنفيذ، بخلق، بتسعير، بترويج، بتوزيع الأفكار أو السلع أو خدمات، توزيع المنتجات عموما. يبقى أنا بخطط أنشطة التسويق، بنفذ هذه الأنشطة، بخلق المنفعة في إطار إبداعي معين، بسعر المنتج الذي سأقدمه، بأروج وأعلن وأعلم عن هذا المنتج بحيث أنه يتم التوزيع، يتم توفيره حيث يتم يحتاج إليه المستهلك من أجل التحقيق وتلبية الحاجات والرغبات. بكرر هنا بقى أبنائي وبناتي، تذكروا دائما أننا نسوق منفعة ولا نسوق المنتج ذاته. يعني ما جوش وأنا بقول أنا مثلا مسوق للسيارة الـ BMW أو بسوق للسيارة المرسيدس أو بسوق للسيارة الهونداي أو الكيا، يعني أنا بسوق لماكينة وكراسي وبادي مكون من صاج معين لا، نحن لا نسوق مثل هذه الخصائص المادية، نحن نسوق المنفعة. عشان كده يعني بمعنى آخر أبنائي وبناتي، أنا دائما بقول باللغة الإنجليزية نحن في التسويق لا نستخدم السؤال بتاع وات، ولكن why. وات يعني هنا بقعد أقول والله ده منتج لونه كذا وأبعاده كذا، طب وأنا مالي كعميل. لكن لما بنيجي نقول له واي، بنقول له لماذا يجب ان تقتني هذا العميل، يعني هذا المنتج، لانه يحقق لك منافع، بيحقق لك عمليه اشباع، بيلبي حاجات ورغبات معينه لديك، وبالتالي نحن نسوق المنفعه وليس الخصائص الماديه للمنتج. نحن نسوق المنفعه وليس نسوق الخصائص الماديه للمنتج. يبقى ده مساله مهمه جدا، وعشان كده احنا دايما نتساءل ايه المنفعه اللي بتعود على العميل، لماذا يجب ان يقتني العميل المنتج بتاعنا. وهنا بنركز على المنفعه الرئيسيه اللي هي الكور بينيفيت، وايضا المنافع الاخرى بقى المرتبطه بيها، ده هو جوهر العمليه التسويقيه. اذا نحن نتساءل ما الذي نبيعه للاخرين، نحن نبيع لهم المنفعه التي يحصل عليها العميل جراء أو نتيجة اقتنائه وشرائه المنتج. ماذا يريد العميل؟ يريد أن يشبع، لأنه يعني الطعام ليشبع، يريد الأداء المتميز، يريد توفير النقود، يريد سعادة الأولاد، يريد الصحة، يعني دي أشياء متعددة. ما الذي يحققها؟ وده اللي احنا بنسعى بان احنا بنوفره بقى في هذه الحالة. إذا يجب أن نعي أبنائي وبناتي ونحن ننشئ مشروعنا الصغير إن منتجنا وجد ليلبي حاجة للعميل، وجد ليحقق للعميل منفعة، يلبي حاجاته ورغباته وفق توقعاته. وبالتالي دائما نحن نبحث عن إجابة للتساؤل، ما الذي يريده العميل، ما الذي يتوقعه العميل، وبالتالي نحن نصمم المنتج بما يلبي هذه الحاجة. ما تنسوش نحن لا نبيع للعميل كلمة what، ولكننا نبيع له why. what يعني بنركز على خصائص، نقول له ده منتج مواصفاته كذا، لونه كذا، طعمه كذا، طب وانا مالي. لكن نقول للعميل ايها العميل العزيز انت تحتاج الى كذا. عشان كده احنا لما بنيجي نبدا في 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 التسويق احنا بنركز على الجانب الايمن من المخ اللي فيه الجوانب المشاعر والاحاسيس و التخيلات فنبدأ نعمل له عملية استثارة، ونخلي بالنا إنه الحاجة بتؤدي إلى إحساس بالنقص. نحن نستثير لدي الحاجة، أي نستثير لدي الإحساس بالنقص. الإحساس بالنقص معناه إنه الشخص غير متوازن، وهذا عكس الطبيعة البشرية. ربنا خلق الطبيعة البشرية متوازنة، فالإنسان حتى يعود للتوازن يقول لابد أن أشبع الحاجة اللي نشأت عندي. كيف أشبعها؟ نقول له تفضل بقى، هذا هو المنتج الذي يحقق لك المنفعة ويحقق لك الإشباع بمواصفات أو بآليات معينة أو بسعر معين أو بتكلفة معينة أو بباكج معين. على هذا الأساس إحنا هنستخدم ما يعرف به المزيج التسويقي. أنا بفكركم به المزيج التسويقي، لاحظوا هنا أنه موجه إلى الزبون. يبقى
الكور او الحاجه الاساسيه او النواه بتاعت هذه الدائره هو الزبون، وتتحرك حوله كافه بقى الانشطه اللي احنا بنمارسها كمسوقين اللي اصطلح على تسميتها ايه ابنائي وبناتي، 4 P's، اربعه حرف ايه بي، اربعه حرف بي اللي هو الحرف الاول من كل عنصر من عناصر مزيج التسويق، برودكت بحرف بي اللي هو المنتج، والمنتج زي ما قلت لكم كلمه بتطلق على اشياء متعدده، على سلعه او خدمه او فكره او مكان او زمان او انسان، او في الانتخابات لما بيجي يرشح رئيس الولايات المتحده الامريكيه او عضو مجلس الشورى او عضو، يعني دول الاشخاص اللي احنا بنعمل لهم برامج تسويق سياسي حتى يمكن ان ينجحوا في الانتخابات. وبعدين عندنا البرايس اللي هو السعر الذي يكون العميل على استعداد لدفعه متوائما في ذلك مع ما يقدمه المنافسون. وبعدين بيبقى عندنا عملية التوزيع، والتوزيع هنا اللي هي ان نوفر المنتج للعميل في المكان الذي يريد ان يتوفر لديه فيه. يعني هنا بنعمل له عملية راحة، بنعمل له عملية تمكين بحيث يستطيع ان هو يقتني المنتج في المكان الذي يريده. وبعدين عندنا طبعا عملية الترويج، والترويج هنا بتتضمن عملية التعريف، يعني الإعلان يعرفه، ينقل له المعلومة، يقول له والله هناك منتج كذا يلبي حاجة كذا بتستخدمه بالطريقة الفلانية، بيوجد في المكان الفلاني، بالخصائص بقى اللي هي عملية التعريف بالمنتج. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه الحكاية، عناصر المزيج التسويقي، وقلنا ان المنتج هو السلعة او الخدمة او الفكرة التي نقدمها للعملاء، وبالتالي بيتعين علي كصاحب مشروع صغير او كرائد اعمال ان انا اقول ما هو المنتج الذي اقدمه لعملاء، ما هي مواصفاته، والاهم بقى السؤال الاهم، يعني انا بتحرك بقى المنتج هو ايه، مواصفاته ايه، ثم اصل الى السؤال الرئيسي، ما هي المنافع التي يقدمها هذا المنتج للعملاء، ما هي المنافع التي يقدمها هذا المنتج للعملاء التي يحقق. ومش من منظور بقى، نخلي بالنا، مش من منظور المسوق، مش من منظور خبير التسويق، ولكن من منظور العميل، من منظور حاجات ورغبات وتوقعات العميل. والا لو احنا اهملناها يبقى في فجوه بين ما نقدمه من منفعه وبين المنفعه التي يتوقعها العميل. فاذا كانت الفجوه ان ما يتوقع العميل كان اعلى مما حصل عليه، يبقى العميل غير راضي، وهنا تنشا مشكلات كثيره ربما نشير الى بعضها في خلال دراستنا في هذا في هذه المحاضره. طيب هنا برضو بنقول بقى في مصطلحات مرتبطة بالمنتج بنفتكرها مع بعض، فاكرين ما كنا بنقول مزيج المنتجات، يبقى خلي بالكم هنا المصطلحات عشان ما نتلخبطش في الامتحان. في مزيج التسويق وقلنا عليه ايه، الفور بيز، برودكت، برايس، بليس، بروموشن. طب مزيج المنتجات، مزيج المنتجات اللي هو برودكت ميكس، ده كافة المنتجات التي تنتجها او تبيعها المؤسسة او الشركة او المنظمة، كافة المنتجات التي تتعامل فيها الشركة أو المنظمة، ده بسميها إيه؟ بسميها مزيج المنتجات. ونحن نستخدم شعارات عشان نميز، يبقى التمييز هو استخدام شعار، استخدام ماركة، استخدام رمز، استخدام لفظ، استخدام كلمة، استخدام لون، لنجعل منتجنا متميز عن منتجات المنافسين. وهنا ده بيخلينا إيه؟ بنحاول نتفهم بنحاول ان احنا نتفهم ابنائي وبناتي بناء صوره ذهنيه في ذهن العميل، ان العميل حين يتعامل مع منتجنا بيبقى في صوره ذهنيه بتفكره بقى من خلال اللون، من خلال المسمى، من خلال المواصفات الى غير ذلك. عندنا اسم المنتج اللي هو كلمات او ارقام تدل على المنتج، كوكا كولا، بيبسي كولا، بارفيوم مثلا، يعني جوتشي او غيره، من مثلا كرافتا نينا ريتشي، شماغ البسام، ده اسم الايه المنتج. علامه المنتج بقى اللي هو استخدام شكل او رمز بيعبر عنه، استخدام شكل او رمز بيعبر عنه، مثلا زي ما بنشوف مثلا شعارات معينه او رموز معينه او اشكال معينه دي بتعبر. مثلا عندنا في جامعه الدمام حضراتكم عارفين الشعار بتاعنا اللي موجود باللون الازرق كده، التموج الجميل اللي موجود ده بيمثل جامعه الدمام،
او مثلا نشوف ستاربكس والعلامه بتاعتها، او بنشوف مثلا باندا، يعني دي كلها الاشكال او الرموز. ثم تكون هناك العلامه التجاريه، اي اسم العلامه، وهنا ما دام علامه تجاريه يعني تريد مارك، يعني بتتمتع بحمايه القانون، تتمتع بحمايه القانون. عندنا مصطلحات بقى ما ننساهاش: مزيج المنتجات، عمليه التمييز، اسم المنتج، علامه المنتج، العلامه التجاريه، دي كلها بتمثل لنا ايه؟ مصطلحات خاصه بالمنتج. برضو لابد ان احنا نتعرض لقضيه التغليف، التعبئه والتغليف، وده بيلعب دور مهم جدا حيث يجذب انتباه المستهلك ويحمي المنتج من اي تلف ويسهل حمله ونقله واستخدامه. عمليه التعبئه والتغليف، وهنا بقى ايه؟ على حسب الخدمه التسويقيه، اذا كنت بقى انا بسيطر وانافس وبحقق ارباح من العمليات التسويقيه، فلا بد انه بيبقى في خدمات تسويقيه من بين عمليات التعبئه والتغليف. بيبقى العبوه بمواصفات معينه او الغلاف بمواصفات معينه بتحمي المنتج، بتسهل استخدامه، بتسهل حمله ونقله واستخدامه، بتجذب انتباه المستهلك، بتساهم في بناء الصوره الذهنيه الخاصه بالمنتج بتاعك. مع ملاحظة مهمة جدا أبنائي وبناتي: المنتج الملموس ذو الخصائص الملموسة، يعني السلعة بنغلفها. شوفوا مثلا لو دواء بحطه في عبوة من الزجاج أو من البلاستيك، وبعدين بحطها في غلاف كرتوني، وبعدين بحطها، دي عمليات تعبئة وتغليف، وعليها بقى بيانات وتبيين وتمييز وكده. طب الخدمة، هل هناك، احنا بنتكلم بقى عن عملية التعبئة والتغليف، هل الخدمة أيضا تغلف؟ نعم الخدمة بتغلف. ما تشوف مثلا موظفي شركات الطيران، موظفي السعودية، الزي اللي بيلبسوه، الشعار بتاع الخطوط السعودية، طبيعة الأوراق، اللون، دي كلها بتمثل عملية الغلاف أو عملية التغليف بالنسبة للخدمات. يبقى إذن المنتج بيغلف، وله هنا أدوات متعددة هي لها أدوار، الغلاف هنا له أدوار، بيجذب الانتباه، بيحمي المنتج، ومهم جدا أنه يبني الصورة الذهنية أو يساهم في التأثير في الصورة الذهنية للمنتج بتاعنا لدى العميل. عملية التبيين بمعنى أن احنا بنكتب بيانات، التبيين أي إظهار بيانات، وهو يشير إلى المعلومات التي توضع على غلاف المنتج، من بينها تاريخ الإنتاج، متى أنتج، وتاريخ انتهاء الصلاحية. يبقى هنا بيتكلم على البرودكشن ديت والاكسبايري ديت، يعني تاريخ الانتاج والتاريخ بعد كده الذي بننصح انه المنتج يعني بنقول انه المنتج يجب ان هو يبقى. اذا هنا عملية التبيين اي كتابة البيانات على المنتج، كتابة البيانات على المنتج، وهذه البيانات بيبقى لها دور في تمييز المنتج، بيبقى لها دور في التعريف بالمنتج، زي ما قلت لكم تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، مكونات المنتج بيتكون من ايه، العناصر اللي داخله فيه وتأثيراتها الصحية وغيره، يعني دي كلها عناصر بتهمنا جدا. ايضا من المنتج، بلد الصنع فين، مقاييس المنتج ايه، توضيح كيفيه الاستخدام، الى غير ذلك من البيانات اللي بيلزمنا بها القانون حتى يستطيع العميل ان هو يتعرف على المنتج ويتعرف على كيفيه استخدامه ويتعرف على المواصفات المختلفه. يبقى ده البي رقم واحد اللي هي برودكت او الايه، المنتج. بعد كده بننتقل الى قضيه التسعير. هنا بقى السعر، السعر ده بيمثل ايراد من بيع وحده من المنتج، يعني احنا لما العميل بيقتني وحده بيدفع في المقابله، وانا هنا بركز على السعر المالي، الجزء المالي. والسعر ده احنا لما بنحدده ابنائي وبناتي بقول انه عندي تكاليف، نصيب الوحده من التكاليف سواء التكاليف الثابته او التكاليف المباشره، يضاف اليها الهامش، هامش الربح اللي احنا المناسب او المعقول بالنسبه لنا. وانا بقول هنا ان هامش الربح يجب ان يكون ربحا معقولا
يلبي لنا الوظائف المختلفة اللي احنا بنحتاجها. الاثنين مع بعض هذا هو ما يدفع الايه العميل. بس بقى مع ملاحظتين، يجب ان يكون هذا السعر في مقدور العميل ان هو يدفعه، يعني العميل لما يقول يستطيع ان هو يدفعه، ونمرة اثنين انه يجب ان يكون هذا السعر يجاري اسعار المنافسين، لانه لو انا السعر بتاعي اعلى من اسعار المنافسين فان العميل لن يقبل، هيتجه الى المنافسين، واذا كان السعر خارج طاقة العميل فانه لن يقبل. وايضا بقى في علاقة ما بين السعر وما بين المنفعة، اذا كان السعر اللي بيدفعه ده، ان ده نوع من التضحيات، السعر اللي بيدفعه العميل اعلى من المنفعة، العميل لن يقبل. لابد دايما انه على الاقل السعر يساوي المنفعه، ففي ظروف معينه يمكن ان يقبل العميل، ولكن دائما الافضل ان تكون المنفعه اعلى من السعر، يبقى في هذه الحاله العميل بيقبل على الاستخدام. عمليه التسعير بتساعدنا على الاستمرار في الاسواق، مكننا من لانه بنستخدمها حتى نتمكن من السوق، وحتى نخترق السوق، وحتى نستطيع ان نجد ثغره في عمليه المنافسه ويصبح لنا مكانة في السوق. يبقى ده بيساعدنا على الاستمرار في السوق وعدم الخروج منه. وهنا انا دايما عاوز اقول افكر حضراتكم ايه، احنا بنيجي لما باجي داخل الى السوق فبعمل عملية اختراق، بقول سعر منخفض، وايضا بقول جودة منخفضة، وخدمات تسويقية منخفضة، وربما مكانة تسويقية منخفضة، بس لمجرد الدخول الى الاسواق. فبقدم خدمات تسويقية محدودة، يمكن باخد مكان بعيد شوية، بيبقى طبيعة ما نقدمه جودة يعني في حدودها الدنيا، الأسعار في حدود الدنيا، الخدمات التسويقية في حدود الدنيا. ما بعملش مثلا في العبوة والتغليف أشياء خاصة بي أو غيره، لكن بعد شوية بنبدأ نتطور ويبدأ بقى نقدم خدمات تسويقية متوسطة، والأسعار بتاعتنا ترتفع شوية، والجودة أيضا ترتفع شوية، فنتحرك نبدأ نتمكن من الأسواق ونقدم خدمات تسويقية أفضل، ويبدأ العميل يرتبط بينا، ترتفع أيضا بعد كده الجودة وترتفع العملية، ونتمكن من الأسواق ونحسن الخدمات التسويقية التي نقدمها، ونحسن الجودة ونصبح في مكانة سوقية، ونبني الصورة الذهنية أفضل. يبقى إذن هنا في عملية التسعير ده بيساعدنا على الاستمرار في السوق وعدم الخروج منه، يساعدنا ايضا في زياده حصتنا السوقيه، بنتحرك يعني قلت لكم في البدايه احنا بنعمل بنتريشن، عمل بنعمل عمليه اختراق للسوق ونتمكن من شرايح، وبعدين لما بنتمكن بنبدا نرفع الاسعار. وخلي بالكم انا بعمل تقسيم بقى لعملائي، يعني عندنا قاعده تقول ايه، انه 80% من ارباحي بتاتي من 20% من العملاء. التقسيمه في حاجه اسمها هرم، اكيد درستوا الكلام ده في التسويق وانتوا بتدرسوه، لما بنعمل هرم المستهلكين 1% من المستهلكين دول بيمثلوا القمه، بعدين 4% دول اللي بنسميهم الكبار المستهلكين، وبعدين 15% من المستهلكين دول اللي هم الايه المستهلكين الوسط او المتوسطين. ال 20% دول مفترض بيحققوا لي 80% من الايه الارباح، مش كده؟ انا بركز عليهم وبختار الشرائح التي أتعامل معها والتي أبني لديها الولاء. عملية التسعير بتساعدني في تحقيق مستوى أرباح معينة، وأنا بقول إن الأرباح دي لها وظائف، الربح له وظائف، لا يمكن لنا كتسويقيين إن إحنا نتخلى عن الربح، أو إن إحنا نقول إحنا بنبيع من غير أرباح، ده كلام غير مقبول في النواحي التجارية. ثم هناك في النهاية خلق انطباع بجودة المنتج وتميزه، بنبني الصورة الذهنية بقى على أنني أوجه أننا بالنسبة للمشروع الصغير نقول إنه الأرباح تتحقق على المدى الطويل بالتراكم. إحنا بيهمنا عملية السيولة، بيهمنا توفر التدفقات النقدية التي تمكننا من عملية الإيه، من عملية سداد التزامات. إذا تحقق هذا الأمر يبقى في هذه الحالة نستطيع إن إحنا نقول إيه، نستطيع إن إحنا نقول والله ستحقق الربح على المدى الطويل. من طرق التسعير الملائمة قلنا بقى التسعير بنسبة مضافة للتكلفة، يعني بحسب تكلفتي بلس نسبة بقى، بس نسبة معقولة. معقولة ايه؟ معقولة عشان تغطي جهودي وتغطي اهدافي، ومعقولة ايضا
ليه طبيعة السوق اللي أنا لسه بحاول إن أنا أتدخل فيه وحاول إن أنا أبني مكانة فيه، وأيضا مع مناسبة لعملية المنافسة اللي موجودة في الأسواق. هناك التسعير بضمان عائد مخطط أو الأسعار الترويجية، بنشوف بقى حضراتكم الأوفرز اللي تقدم، خد وحدة والتانية مجانا، اشتري اتنين والتالتة مجانا، خد اشتري مثلا ب 200 ريال وبنديك كوبون مش عارف بكام. دي كلها اسعار ترويج. في الاسعار الرائده لما بنتمكن بقى من الاسواق، وفي الاسعار ذات الارقام الفرديه او المزدوجه لما نجي نقول لك انه هذه المنتج ده بيتباع ب 99 ريال ونص، ب 20 ريال، ب 40 ريال. يبقى اذا في الارقام هنا او الاسعار اللي بنسميها اسعار كسريه او اسعار بارقام فرديه او زوجيه لها تاثير نفسي بالنسبه للعميل. وهناك اسعار التفاخر، وفي سلع بنسميها سلع التفاخر، يعني الست لما بتشتري الحلي، بتشتري المجوهرات، بتشتري الالماظات، لابد انها تكون مرتفعه القيمه. هنا لما بنيجي نحط السعر بتاعنا كيف نسعر منتجاتنا، بنقول ما هو هامش الربح الذي يجب ان نحصل عليه، الذي يجب ان يكون مناسبا ومعقولا. بس بخلي بالي امكانات العملاء ايه، المنافسين، حتى اجاري اسعار المنافسين. يبقى دي مساله مهمه جدا ان احنا نتعرف على اسعار المنافسين فنجاريها، وفي نفس الوقت بنتعرف على قدرات المستهلكين، فبنحاول ان احنا نكون في اطار قدرات المستهلك. ان التسويق يمكننا من الدخول الى الاسواق لاول مره عن طريق اما اسعار عاليه لضمان ربطها بجوده معينه او فئه معينه من العملاء، اذا كنت انا داخل الى شريحه معينه، او اذا كانت اسعار مخفضه لضمان الحصول على اكبر شريحه من العملاء، او اذا كانت اسعار ترويجيه بتجذب المتعاملين ليتعرفوا على منتجاتنا من خلال الاوكازيونات او الخصومات او المهرجانات التسويقيه المعينه. يبقى اذا احنا عمليات التسعير لها عوامل متعدده ولها اشكال فنون متعددة يجب أن تتناسب مع الظروف اللي احنا بنعمل فيها. البي رقم 3 اللي هي التوزيع. التوزيع يعني واحنا بقى من خلال عملية التوزيع نريد أن نتيح المنتج للعميل في المكان المناسب له براحة معينة. وبالتالي التوزيع، منافذ التوزيع بتحقق لنا التواجد، يعني بتساعدنا في عملية الترويج، بتقدم لنا خدمة العملاء، بتوفر لنا المعلومات التسويقيه، وايضا بتتيح لنا التكاليف المناسبه او التكلفه المناسبه لعمليه التوزيع. ونحن في عمليه التوزيع امامنا طريقين، اما توزيع مباشر بمعنى من المنتج الى المستهلك النهائي مباشره. من المنتج الى المستهلك النهائي مباشره، المستهلك اللي بيحصل على المنتج لاشباع حاجاته ورغباته هو او اسرته، يعني مش لا يقتني المنتج بقصد اعاده البيع. ده بسميه المستهلك النهائي. فإذا كان من المنتج إلى المستهلك النهائي مباشرة يبقى ده بسميه التوزيع المباشر. في نوع آخر أو توزيع غير مباشر عبر وجود بقى الميدياتورز، الوسطاء، يعني من المنتج إلى تاجر الجملة فتاجر التجزئة فالعميل، أو من المنتج إلى الوكيل فتاجر الجملة فتاجر التجزئة فالعميل، أو من المنتج إلى تاجر التجزئة إلى العميل. يعني هنا طالما دخل وسطاء يبقى التوزيع هنا توزيع غير مباشر، أي أن العلاقة بين المنتج والمستهلك لم تعد علاقة مباشرة ولكنها تمر عبر الوسطاء. ففي التوزيع المباشر لا تستخدم المؤسسة وسطاء في الوصول إلى عملائها، فتبيع من المصنع مباشرة أو من خلال منافس تجزئة أو متاجر تجزئة تابعة له، يمكن من خلال مثلا استخدام بطاقة الائتمان أو من خلال الآلات، الماكينات اللي بنشوفها في الشوارع بتحصل، ودي طبعا للسلع والخدمات. النهارده في انت تستطيع ان تحصل على خدمه معينه، تحجز تذاكر القطار، تحجز تذاكر الطيران، غيرها، دي كلها بتتم من خلال ماشينز معينه او الات معينه، او التوزيع من خلال شبكه الانترنت. يبقى اذا هنا التوزيع يا اما بالمتاجر او من خلال او بدون متاجر. بدون متاجر يعني من خلال مثلا شبكه الانترنت، او من خلال الماكينات، او بقى من خلال المتاجر ان يبقى في عندي منافذ
معينة للتعامل مع العملاء. والتوزيع قد يتم إما بالنقود التقليدية اللي احنا عارفينها، أو يتم بالنقود الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان. التوزيع غير المباشر، وده يستوجب وجود شبكة توزيع، عناصر توزيع، يستوجب وجود وسطاء لربط المنتج بالمستهلك. إن شبكة التوزيع يطلق عليها القناة التوزيعية، وهي الطريق الذي يسلكه المنتج من المصنع، يعني من مكان إنتاجه إلى حيث يصل إلى مكان استهلاكه. منافذ التوزيع زي ما قلت لكم بقى هم المؤسسات أو الأفراد أو الوسطاء اللي بتشتمل عليهم قناة التوزيع، ودول اللي بيساهموا في وصول المنتج إلى العميل. زي ما قلت لكم في وكيل، في موزع، في تاجر جملة، في تاجر تجزئة، دول كلهم بيدخلوا بيعتبروا إيه من منافذ التوزيع المختلف. في سياسات التوزيع عندنا بقى إما سياسة التوزيع الشامل أو التوزيع الانتقائي أو التوزيع الوحيد. التوزيع الشامل تستخدم هذه السياسة في توزيع السلع الميسرة، السلع الميسرة أو السلع يعني اللي العميل يستطيع أن يحصل عليها أينما تيسرت. فهنا هذه زي الكوكا كولا كده، أو زي البيبسي كولا، المشروبات الغازية أو مواد البقالة أو غيرها، وهي سلع واسعة الانتشار، ويسعى المسوق إلى تغطية جميع مناطق السوق. حتى لو دخلت أي محل بقالة، أي حتى الماكلات، حتى كده تجد المشروبات الغازية دي، أو بتجد المياه، أو بتجد الخبز أو غيره من عناصر البقالة. وهنا إذن في سياسة التوزيع الشامل نحن نتيح المنتج أينما أتيح لنا للوصول إلى العميل. الحاجة الثانية للتوزيع الانتقائي من خلال بقى إيه؟ دي سلع التسوق. سلع التسوق اللي العميل بيذهب وبيحاول يعني سواء من خلال المتاجر أو من خلال التوزيع الإلكتروني بيعمل عملية انتقاء. فالمؤسسة هنا تتعامل مع عدد محدود من وسطاء التوزيع. وعندنا بقى الأمثلة زي الجوالات وزي الساعات وزي أجهزة الكمبيوتر وغيرها. أما التوزيع الوحيد، وده بقى من خلال وسيط واحد أو وسيطين في كل منطقة جغرافية، بنعطي بقى حق الوكالة لشخص معين، وده زي السيارات أو غيرها أو بعض السلع الخاصة. رابع حرف P بقى بالنسبة لنا اللي هو الترويج. الترويج، وهنا الترويج ده اللي بيضمن تدفق المعلومات من البائع إلى المشتري. ليه؟ للتأثير على اتجاهات المشتري وحثه على شراء المنتج. هنا بقى الترويج ده اللي بيعمل ايه؟ بيعرف العميل، ايها العميل العزيز انت بحاجة الى كذا. بيستثير بقى، هل اقتنيت المنتج الفلاني؟ هل وفرت كذا؟ هل تشعر بالاحساس بكذا؟ بيبدأ يثير رغبته في الحصول على المنتج، ويبدأ يحثه على تحقيق الاشباع من خلال الحصول على المنتج من هذه المنظمة. إن الترويج هو مجموعة الاتصالات التي يجريها المنتج بالمشترين المرتقبين عشان يعرفهم ويقنعهم ويقدم لهم السلع والخدمات ويدفعهم للشراء. يبقى إذا نشوف زي ما احنا شايفين كده سيل، أشكال مختلفة، ريديوز، عمليات تخفيض 75% أوف، 25% أوف، يعني هذه عناصر بتهدف إلى الترويج وإلى جذب العميل للتعامل معه. وأهداف أساسية للترويج هي الإعلام. أول نقطة الإعلام، مهم جدا إن احنا نعرف العميل احنا بماذا نقدم وكيف يمكن أن تشبع احتياجاته ورغباته، ونقنعه بعملية شراء المنتج من نفس المنظمة. ونذكر، أذكر إن شركة أثناء الحرب العالمية الثانية، شركة جنرال إلكتريك، كان كل المصانع وكل إنتاجها موجه إلى إنتاج الحرب، تنتج منتجات الحرب، منتجات العسكرية. ومع ذلك ظلت الشركة أثناء فترة الحرب بتعلن عن منتجاتها، من بتعلن عن الثلاجات و أجهزة البوتاجاز، ويعني منتجاتها اللي هي الأدوات المنزلية. فبيسألون بتعملوا كده ليه؟ رئيس الشركة قال نحن نثق إن الحرب ستنتهي، لا نريد إن احنا نفقد مكاننا في ذاكرة العميل. احنا بنذكر العميل حيث إنه حين تنتهي الحرب العميل يقبل على منتجاتنا ويتعامل معنا مرة أخرى. يجب أيضا أن ده بيساعد في تكرار الشراء، يعني بيحث العميل على تكرار الشراء. عناصر عديدة هنا بقى، مزيج ترويجي، الإعلان،
تنشيط المبيعات، البيع الشخصي، النشر، العلاقات العامة. إن الترويج لو جيت خدت الإعلان، الإعلان هو اتصال مدفوع الثمن، بيمد العميل أو العملاء المستهدفين، يمدهم بالمعلومات عن خصائص المنتج واستخداماته وغيرها عبر أدوات بقى زي الإذاعة والتلفزيون، المطبوعات، الصحف، المجلات، الأدلة بتاعت الغرف التجارية، لوحات الإعلانات الخارجية اللي في الشوارع، البريد المباشر، المطويات، إلى غير ذلك من عناصر الإعلان. عندنا أيضا تنشيط المبيعات اللي هي المسابقات والخصومات والهدايا الكثيرة المتنوعة، إن إحنا طول ما إحنا ماشيين في خصم قد كده، في عروض معينة، اشتري كذا واحصل على كذا. أحيانا تحصل مفاجآت، تبقى في محل كتير في ستور ضخم وبعدين يقولوا إنه المنتجات اللي موجودة مثلا في القطاع اللي فيه اللمبة الزرقاء مثلا ده لمدة 15 دقيقة في خصومات تصل إلى كذا. دي كلها وسائل القصد منها تنشيط عمليات البيع. من أدوات الترويج أيضا البيع الشخصي، وهو اتصال شخصي بقى بين رجل البيع والعميل المستهدف. كأنه نخلي بالنا، إذا كنت بقول الإعلان هو بيع غير شخصي مدفوع الأجر، فإن البيع الشخصي هو اتصال شخصي ما بين رجل البيع والعميل المستهدف، في من خلاله يحاول رجل البيع أنه يقنع العميل بشراء المنتج بشكل مباشر أو من خلال الهاتف. وطبعا يعني حضراتكم درستوا وعارفين أن احنا بنحتاج إلى مهارات خاصة في هذه الحالة. بعد كده عندنا العلاقات العامة اللي بتسعى إلى تكوين صورة إيجابية عن المنظمة في الأسواق وبين العملاء وفي المجتمع الذي تخدمه. دي كلها أنشطة العلاقات العلاقات العامة. أخيرا عندنا النشر، وهو اتصال ترويجي غير مدفوع الثمن، يتم من خلال نشر أخبار عن المؤسسة، خبر بيأتي في الجريدة، خبر تحريري في الوسائل الإعلامية المختلفة، فعالية بتنظمها وترعاها المنظمة، مقال صحفي يشيد بالمؤسسة. دي بسميها عمليات النشر. على هذا الأساس إحنا نقدر نقول إنه يعني هناك مزيج ترويجي، إعلانات، علاقات عامة، بيع شخصي، نشر ودعاية، الإعلان، مثلا إعلانات التعاونية، كلمات المسؤولين في الشركة، اسم الشركة وعلامتها التجارية، كل الطرق. أيضا العلاقات العامة والتقارير السنوية، لأن بتسعى إلى يعني خلق علاقة جيدة مع المجتمع، اللوجو بتاع الشركة، تصميم منصات عرض للمعارض، الأكياس الورقية، البيع الشخصي بقى في الصحف والمجلات، الشركة، موقع الإنترنت، الهدايا الترويجية، المطبوعات، النشر والدعاية من خلال الرسائل الداخلية أو غيرها، برامج الرعاية، الكوبونات، المعلومات عن الشركة، الإعلان من خلال القوة، يعني قوة البيع اللي موجودة عندنا، تقارير الصحفية، بطاقات الأسماء، ورقم الهاتف المجاني. قد يكون من المناسب أبنائي وبناتي إن احنا نتوقف عند هذا القدر من دراستنا عن عملية التسويق. شفنا عناصر الأنشطة التسويقية، سننتقل بعد قليل إلى التعرف على السوق. هذا هو ما موضوع محاضرتنا القادمة. ألقاكم على الخير، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.